صباح الخير وصباح السعادة والهنا والرزق يا رب. وبداية الأسبوع دايما الواحد كده في بداية الأسبوع بداية اليوم بيبقى عنده تفاؤل. يمكن برامج الصباحية ميزتها إن أنت بتبقى لسه صاحي من النوم، لسه الأمل موجود زي ما بيتقال، لسه ما فيش حاجة ضايقتنا في بداية اليوم. نتمنى كده اليوم يعدي كله يا رب على خير، حتى لو حاجة ضايقتنا نحاول إن إحنا يعني نتغاضى أو نحاول إن إحنا نحل مشاكلنا، واللي ما نعرفش نحله نحاول إن إحنا ننساه ونخش على صفحة جديدة. دايما كده أعتقد ده هيبقى أحسن حاجة تريح. صباح الفل والخير وكلامي مرتبط طبعا انت عارف بايه. هو بصي يعني مبدئيا جزئيه الصفحه الجديده ده يتماشى تماما مع اهواء الاهلاويه واللي احنا متعودين كده. عليه كده. كل صفحه بكل ما فيها من حلو ومر دايما بتتقلب، لان دايما في مساحه كافيه للمزيد من الصفحات، واللي يا رب ان شاء الله تكون مكتوب فيها نجاحات جديده بحروف من النور لكل فرق النادي الاهلي المختلفه. صباح الفل على كل حضراتكم، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله هنتكلم من خلالها عن كل حاجه تهم حضراتكم في الجزء الاول. اما الجزء الثاني فكالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، واكيد حديث مطول حول النادي الاهلي وحول مباراه الامس. وتاني الفقرات الفقره الاخيره هتكون فقره في منتهى الاهميه، لان احنا هنتكلم من خلالها مع دكتوره دينا ابو السعود عن اهميه الفيتامينز المختلفه للجسم. هنتكلم بالتفصيل عن انواع الفيتامينز المختلفه وكل نوع منهم على حده مفيد للجسم في ايه، واعتقد دي حاجه مهمه وبالذات في الوقت اللي احنا فيه. اعتقد كلامك مظبوط يا كريم، وكل فتره احنا بنحب ملف جديد يكون مطروح معانا في 10 الصبح في الاهلي مع دكتور دينا ابو السعود. المهم ان احنا عايزين نبدا بقى ونتكلم ونربط كلامي زي ما كريم فهمه كده بالاهلي. طبعا كلنا كنا متوقعين يمكن سير للمباراه بشكل مختلف تماما، كلنا كنا شايفين يمكن الاهلي هو اللي كان الاقرب للفوز، وده كان حقيقي. يعني امبارح مباراتنا امام سان داونز كانت غريبه، فرص بالجمله بتضيع، عشان كده كنا بنقول يعني احنا خسرنا هدف، بمعنى خسرنا 3 نقاط يا كريم من 15 نقطة. احنا عايزين ال 12 نقطة التانيين، وكمان يعني حاسبين 9 نقاط هي اللي هتؤهلنا لدور الثمانية، لكن الأهلي دايما يعني عينه أكيد على الصدارة. لسه أمامنا 4 مباريات بإذن الله نحصد نقاط فيهم، فمش عايزين أي كلام محبط، ولكن الدنيا برضو إزاي الدنيا دلوقتي برضو يعني مش هنقدر نقول إن احنا عايزين كلام محبط، ومش هنقدر نقول إن احنا فرحانين، صح؟ ما الواحد برضو لازم يبقى كلامه كلام عقلاني. طبعا احنا متضايقين ليه؟ لان امبارح سان داونز ده بكلام موسيماني فعلا بصراحه هم بيلعبوا كره ذكيه جدا واتطوروا في الفتره الاخيره، لكن معطيات المباراه هي دي النقطه الاهم. معطيات المباراه كان الاهلي هو الاقرب فيها للفوز. يعني ما اعرفش ايه بقى التفاصيل اللي تؤدي كده، مش الواحد مش فاهم ايه كل الفرص اللي ضاعت دي. يعني تصويبه طبعا صاروخيه بصراحه في شباكنا، يعني محدش يقدر يلوم عليها محمد الشناوي، لكن هي دي الاحداث للاسف. برضو ما زلنا عايزين نحللها اكيد في الفقره يعني مع ضيفنا كابتن ماهر، هنتكلم في تفاصيل كتير. لكن يا كريم امبارح كان في عدم توفيق غير عادي. صحيح، بس نرجع ونقول برضو ايه على رايك، احنا طبعا اكيد خسرنا 3 نقاط، لكن لسه برضو المشوار لسه في كلام كتير، ومحدش يعني نقدر نقول ان هو حسم التاهل الا سان داونز نسبيا، لكن حسابيا لسه بدري على المشوار، وكل فريق لسه قدامه مجموعه كبيره من المواجهات القويه جدا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. عموما احنا زي ما احنا متعودين وكنا لسه بنقول بنقفل صفحه ونفتح صفحه جديده، عندنا ماتش ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي امام فاركو في الدوري، ومن المهم جدا ان احنا نفضل محافظين على صداره المسابقه، الى جانب طبعا الاستعداد القوي للمريخ السوداني اللي ان شاء الله هنواجهه يوم السبت المقبل. احنا لسه عندنا 4 مباريات في دور المجموعات الافريقي، وباذن الله باذن الله بنتائج الفتره اللي جايه ان شاء الله نقدر نحسم التاهل ونستمر في مشوار الحفاظ على اللقب القاري. وكمان من المهم جدا ان احنا نقول ان احنا عندنا 3 ماتشات في القاهره، ومواجهه سان داونز بس هي اللي هتكون في جنوب افريقيا، واكيد وجودهم في القاهره هيفرق كتير مع لاعبتنا القادم افضل ان شاء الله. واكيد عايزين الدوري، واكيد عايزين بطوله افريقيا، وان شاء الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي وفي جهازه الفني. بص القادم افضل باذن الله طبعا، ولكن عشان يبقى القادم افضل لازم برضو اكون انا يا كريم مجهز نفسي لده، لازم ابقى عارف، وده طبعا اللي هيعمله موسيماني والجهاز الفني واللعيبه، احنا واثقين من ده، بس الواحد بيقوله وهو كلام برضو لازم ان هو يتقال. لازم نعرف ايه اسباب زي ما كان كده جات لنا فتره برضو الفاينل تاتش بتاعنا بيبقى مش ما فيهوش توفيق، تلاقي المباراه حلوه جدا، اللعب كويس جدا، الباسات كويسه جدا، كل حاجه كويسه جدا، لكن الفاينل تاتش بتاعك ما بيحصلش. فاحنا امبارح اهدرنا فرص، هي دي يعني هو ده عنوان المباراه، الفرص المهدره للنادي الاهلي. صعب جدا يعني الواحد عايز يفهم، يمكن كلامنا ده هو اللي اكده برضو موسيماني. خلينا نروح مع حضراتكم، لان موسيماني كان ليه تحديدا كده تصريح،
احنا احضرنا فرص عديده امام سان داونز، ويجب تطبيق تقنيه الفار او الفيديو في دور المجموعات. طيب ده من التصريح اللي قاله، لكن في تصريحات ثانيه برضو كانت مهمه قوي يا كريم. هو قال يعني مثلا حزين للخساره، وان لم اكن اتمنى الهزيمه من سان داونز، ولكن هذه كره القدم. ضغطنا كثيرا على المنافس بشكل قوي، لكنهم استطاعوا تسجيل هدف من فرصه وحيده سنحت لهم على مدار ال 90 دقيقه. واعتقد من وجهه نظري ان الهدف اللي سجله بيرس تاو صحيح بنسبه كبيره، لذلك اطالب بضروره تطبيق تقنيه الفيديو في دور المجموعات. وهو اتكلم عن غياب ميكسيوني ومشاركه بيرس تاو، وختم قائلا، وطبعا قال تصريحات كثيره جدا، لكن ختم قائلا: نعاني من ازمه في الهجوم. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى. طبعا اللي جاي احسن، طبعا ان شاء الله يبقى في يعني مشهد افضل كتير جدا، وحظ افضل وتوفيق افضل للنادي الاهلي، لكن مهم ان احنا كمان نعرف ايه المشكله او المشاكل اللي احنا بنواجهها. فنيجي هنا نقول نعاني من ازمه في الهجوم، فدي نقطه مهمه قوي ان انا احط ايدي على المشكله اللي عندي ونحاول حل الازمه في الفتره المقبله. وده اللي احنا بنتمناه كجماهير بقى لهذا النادي العظيم اللي بنعشقه كلنا، واللي هو معودنا دايما ان هو بيكون في الصداره، واللي هو معودنا دايما مهما كان الخصم قوي احنا بنقدر ان احنا يعني نلعب كوره حلوه ونحصد كمان نتيجه حلوه مرضيه للجماهير والاسم النادي الاهلي. فده اللي احنا بنتكلم فيه. خلينا نروح يا كريم على الصعيد الثاني برضو، ومنكوبة مدرب سان داونز الجنوب افريقي برضو كان ليه كذا تصريح، انا بصراحه من الحاجات برضو اللي شدت انتباهي. بيقول هو قال خلال مؤتمر الصحفي: كنا نعلم ان المباراه ستكون صعبه، واستعدينا جيدا لمواجهه الاهلي حامل اللقب في اخر نسختين، واحترمنا الاهلي ولاعبيه وخبراتهم. كنا نعلم ان الاهلي بيعمل على خلق المساحات لمحمد شريف خلف المدافعين، وقمنا بغلقها، وكذلك ياسر ابراهيم مميز في الكرات الثابته، ومنعناه من الاستحواذ على الكره. المباراه صارت كما اردنا، ونجحنا في تعطيل مفاتيح لعب الاهلي. ده كان من بعض التصريحات لمنكوبة مدرب سان داونز. فواضح ان هم برضو كانوا مذاكريننا كويس جدا، زي ما احنا كنا مفروض مذاكرين كويس جدا. بس على كل حال زي ما انت قلت وزي ما الجميع بيتحدث، هو ده الواقع حاليا، هو ده الوضع حاليا، لكن احنا لسه عندنا برضو فرص كتيرة جدا. الروح الانهزامية من دلوقتي مش حلوة، مش حلوة ان احنا نصدرها ابدا. خلينا نثق بفريقنا، واللي جاي ان شاء الله يكون احسن. طبعا هارد لك للنادي الاهلي في يعني مباراه الامس، وكالعاده برضه يعني مباراه وانتهت وصفحه وانطوت، وان شاء الله الصفحات اللي جايه بقى نراعي فيها كل الاخطاء ونثبت كده على الحاجات اللي كان عندنا فيها شويه تحفظات او ملاحظات. ده على صعيد كره القدم. على صعيد اخر، وصل احفاد فراعنه السلاح السيطره على فعاليات اليوم الرابع من بطوله افريقيا للسلاح للشباب والناشئين، وطبعا هي البطوله المقامه في مدينه ليجوس النيجيريه خلال الفتره من 23 وحتى 27 من فبراير الجاري. حققت البعثه المصريه نجاح كبير الحقيقه، حيث توج اللاعبين المصريين امس بتسع ميداليات متنوعه جديده، بواقع ذهبيتين وفضيتين وخمس ميداليات برونزيه، وبكده بيكون حصل الفراعنه على اجمالي 36 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 10 ذهب و10 فضة و15 ميدالية برونزية، ب 35 ميدالية متنوعة. طبعا إنجاز محترم جدا، وإن شاء الله المزيد والمزيد من النجاحات إن شاء الله. دايما هيبقى كده الواحد يبقى عنده أخبار شوية بتزعله وشوية بتفرحه، بس إحنا هنرجع نقول تاني حتى لو عندنا أخبار يعني مش أحلى حاجة على النادي الأهلي، النادي الأهلي بيبقى كفيل إن هو يرجع ويفرحنا مرة تانية. صحيح. وفي أقرب فرصة. فإن شاء الله كل التوفيق. طيب خلينا ناخد دكتور منار غانم على التليفون ونعرف منها، طبعا هي بتكون منورانا كل اسبوع في بدايته، ونعرف منها كده اخبار الاسبوع ايه من حاله الطقس ودرجات الحراره. يا دكتور منار صباح الفل عليكي. صباح الفل على حضرتك استاذه نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وبنحب نطمن بس واضح كده مع يعني بدايه الاسبوع النهارده والساعات الاولى الجو اعتقد معتدل، فخلينا نطمن. اتفضلي يا دكتور. بالفعل يا فندم احنا بنشهد يعني اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع يمكن استقرار في الاحوال الجويه، زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحراره خلال فتره النهار على كافه مناطق الجمهوريه. الطقس خلال فتره النهار هيكون مائل للدفء على اغلب المناطق الشماليه للبلاد، سواء حنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى، هيكون دافي على جنوب البلاد، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فتره النهار. لكن خلال فتره الليل ومع غياب اشعه الشمس درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ
والطقس هيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، واحنا الفتره دي دايما بننوه من عدم تخفيف الملابس لان مع دخول ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده في فرق كبير بيوصل لاكثر من 10 درجات بين درجه الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. تغيير نوعيه الملابس من الليل للنهارده ممكن لا قدر الله يصيبنا ببعض نزلات البرد، فاحنا على الاقل بانتهاء فصل الشتاء هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل. يمكن كمان الظاهره اللي هتكون معانا خلال الايام دي هي الشبوره المائيه اللي بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن الحمد لله كمان شبوره مائيه نقول خفيفه مش هتاثر على الرؤيه الافقيه بشكل كبير او على حركه المرور. مع نهايه الاسبوع على يوم الخميس القادم ممكن نشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره. لا ده ظابط نفسه على الويك اند بقى ده لا يوم الاربعاء درجه الحراره تكون 24، مع يوم الخميس هتبقى 20 درجه مئويه، فالطقس هيظل معتدل يعني مش هنرجع للاجواء شديدة البرودة أو مائل للبرودة خلال فترة النهار، هي الأجواء هتظل معتدلة والأمطار هتبقى فقط على سواحلنا الشمالية مش زي الويكند اللي فات أو اللي قبليه يعني. لا الأسبوع ده بصفة عامة كله هيبقى أسبوع نوعا ما مستقر مقارنة بالأسبوع الماضي. رائع جدا، يعني بنشكر الدكتور منار على هذا التوضيح الخاص بدرجات الحرارة والطقس، شكرا ليكي. إيه؟ نطلع فاصل بقى طالما تطمني على الجو وإنه ابتدى يحلو، ويبقى نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه عوده لعشر الصبح في الاهلي، وتعالوا بقى كده على السريع نتعرف على اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي وفرقه المختلفه في فروعه المختلفه مع زميلتنا منى ابراهيم، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وأنا دلوقتي زي ما قلت موجودة في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة علشان أنقل لكم آخر وأبرز الأخبار الرياضية للنادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة. لكن في البداية خليوني أقول طبعا هارد لك للنادي أو فريق كرة القدم للنادي الأهلي في مباراته مع سان داونز أمس. يعني الفريق أغلق مؤقتا صفحة سان داونز أو صفحة مباراة أمس علشان يستعد للقاء فاركو في الدوري يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. يعني زي ما احنا عارفين طبعا في ماتشات أو مباريات كتيرة مضغوطة بالنسبة للنادي الأهلي ومتتالية، طبعا الفريق هيبدأ النهاردة مباشرة التركيز فيها وتدريب الفريق بدون راحة. النهاردة تجمع الفريق 12 والتدريب الساعة 1 على ملعب مختار التتش، وزي ما احنا عارفين طبعا الفريق او فريق كره القدم زي ما معودنا انه بعد اي تعثر دايما بيبدا من جديد، لانه دايما النادي الاهلي بيلعب على البطوله مش بس على مباراه. خلونا قبل بقى ما نستكمل كل اخبار الانشطه الرياضيه هنا في النادي كل الفرق الرياضيه كمان، خلوني اطمنكم الاول على حاله الطقس والحاله المروريه في الاماكن المحيطه بالنادي الاهلي هنا بالجزيره. يعني الحالة المرورية يمكن ناحية جامعة القاهرة أو حتى عند الدقي، ميدان الدقي كانت زحمة شوية وده يمكن عشان احنا في أول الأسبوع وكمان بعد رجوع الدراسة، لكن الحالة المرورية كانت جيدة جدا وده يمكن اللي خلى حالة الطقس كانت جيدة جدا وده يمكن يعني اللي مخلي أو مشجع عدد كبير من كبار السن بالنادي هنا إن هم يبقوا متواجدين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم. درجة الحرارة 16 والجو كويس جدا، ومن المتوقع كمان يعني بناء على كلام الارصاد الجويه ان في خلال اليومين الجايين كمان درجات الحراره هترتفع اكتر والجو هيتحسن بشكل كبير. خلونا بقى نستكمل باقي اخبارنا للفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه بفريق الاول لكره الطايره رجال، وللنهارده عندهم مباراة مهمة مع نادي الطيران الساعة 2 على صالة الدكتور حسن مصطفى في الدور النهائي من بطولة الدوري. ويعني طبعا الفريق بيحاول ان هو يستكمل او يواصل الانتصارات المتتالية والحفاظ على العلامة الكاملة بكل الانتصارات منذ بداية الموسم بلا اي هزيمة. مش بس كمان رجال كرة الطايرة اللي محافظين على العلامة الكاملة من اول الموسم، كمان سيدات كرة الطايرة فتيات الذهب كمان محققين العلامة كاملة حتى الآن. تدريبهم النهاردة الساعة 6 مساء على صالة الشهداء، وبيستعدوا لمباراة نادي الشمس غدا إن شاء الله أيضا في بطولة الدوري.
أما رجال كرة الطائرة اللي أغلقوا صفحة مباراة نادي الزمالك بعد ما انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 31-31، بدأ الفريق التركيز في مباراة الكاس مع نادي سموحة. طبعا يعني بطولة الكاس بطولة مهمة بالنسبة لرجال كرة اليد، إن شاء الله تبقى من نصيبهم السنة دي. أما رجال كرة السلة طبعا يعني بيواصلوا تدريباتهم في ظل غياب الدوليين اللي بيشاركوا مع منتخبنا الوطني في المرحلة الأولى من تصفيات بطولة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وللأسف يعني أول أمس كان أصيب عمر طارق لاعب فريق النادي الأهلي في مباراة السنغال بقطع في الغضروف الخارجي للركبة، والنهاردة هيرجع مصر علشان كمان يستكمل باقي الإشاعات ويطمن على مدى الإصابة، نعرف مدى الإصابة طبعا ومدة الغياب كمان. بكده يبقى ارتفع للأسف عدد إصابات لاعبي نادي الأهلي في المنتخب في الفترة الأخيرة. يعني في الفترة الأخيرة كان أصيب كمان عمر عزب بكسر في عظمة الشظية، وكمان عبد الله ناصر بتمزق في العضلة الأمامية. بنتمنى لهم اكيد الشفاء العاجل، هم ثلاثه ان شاء الله تبقى بسيطه وان شاء الله يرجعوا لصفوف النادي الاهلي والمنتخبنا الوطني كمان بالسلامه. يعني دي كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وكل فرقه الرياضيه المختلفه من داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره، وانا معاكم لو في اي اسئله ثانيه الكلمه تعود اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضلي كريم. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه، صباح الفل عليكي. ونروح بقى دلوقتي مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. احنا هنروح بس بتاع دي بتروح بقى. هنروح بس شويه كده. بتاع دي تروح مني. طيب خلينا نروح لليوم السابع ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان عشان نعرف منها اهم الاخبار في الصحف والمواقع طبعا محليا وعالميا. نورهان صباح الخير عليكي، وزي ما احنا متعودين معاكي كل يوم بنحب نعرف اخر الاخبار واهم المنشطات وماذا قيل طبعا عن المباراه بالامس بين الاهلي وسان داونز. خلينا نعرف منك، تفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع زي ما تعودنا هنطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه. واول خبر معانا من موقع اليوم السابع، ليفربول يتحدى تشيلسي في نهائي كاس الرابطه الانجليزيه باستاد ويمبلي. طبعا يترقب عشاق الساحره المستديره اليوم قمه مرتقبه هتجمع ما بين ليفربول المحترف في صفوفه طبعا المصري ونجمنا المصري محمد صلاح امام تشيلسي في تمام الساعه 6:30 مساء على ملعب ويمبلي في نهائي كاس رابطه المحترفين الانجليزيه. كمان خلينا نفكركم، او اليوم السابع بيفكرنا في تقريره انه الريدز لق بكأس الرابطة في 8 مناسبات، وكان آخرها موسم 2011-2012 وحل وصيفا في 4 مناسبات، وهو الأكثر تتويجا بالبطولة مناصفة مع مانشستر سيتي. كمان خلينا نقول لكم أن تشيلسي حصد اللقب 5 مرات، وكان آخرها في موسم 2014-2015 وتواجد كوصيف للبطولة في 3 مناسبات. اما تاني خبر معانا فمن موقع وجريده الشرق الاوسط، سيتي يعزز صدارته بفوز صعب على ايفرتون وتعادل محبط ليونايتد مع واتفورد. فاز مانشستر سيتي على ايفرتون بصعوبه 1-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم امس في المرحله 27 من بطوله الدوري الانجليزي، واستعاد مانشستر سيتي نغمه الانتصارات في المسابقه بعد الهزيمه امام توتنهام الاخيره يمكن، ورفع رصيده ل 66 نقطه بفارق 6 نقاط امام ليفربول، بينما تجمد رصيد ايفرتون عند 22 نقطه في المركز 17. ثالث خبر بقى معانا عن ملك الكوره طبعا ليونيل ميسي الارجنتيني الاسطوره، وتقرير من موقع كوره عن ميسي وبعنوان ميسي ملك الهدايا في 2022. يمكن طبعا تقرير كوره قال انه الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان سلط الضوء على ارقام ليونيل ميسي النجم الارجنتيني طبعا منذ انضمامه لباريس سان جيرمان من طبعا برشلونه، وكتب الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على تويتر والقى الضوء على يعني صناعه ميسي للاهداف، وقال انه صنع 6 اهداف في 5 مباريات منذ بدايه العام الحالي. كمان ذكر فيه او ذكرت شبكه اوبتا للاحصائيات ان النجم الارجنتيني يعد افضل صانع ألعاب للأهداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في 2022. أما بقى آخر خبر معانا من موقع روسيا اليوم، جواد أمير سعودي يفوز بأغلى جائزة في العالم.
أحرز الجواد إمبلم برود للمالكه الأمير سعود بن سلمان كأس السعودية للفروسية وجائزة 20 مليون دولار، ويمكن هي الجائزة الأغلى في العالم. ده طبعا كان يعني أمس في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجندرية بالرياض. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. رائع جدا، تغطية رائعة، بنشكرك عليها زميلتنا العزيزة نورهان تمام من اليوم السابع، شكرا لك. طيب ده كان كل او دي كانت كل اخبارنا الخاصه بالفقره الاولى، سواء اتكلمنا عن النادي الاهلي او عن الرياضات العالميه ومحليا واخر الاخبار في المواقع والصحف. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع ونبدا مع حضراتكم. كابتن ماهر همام هينورنا علشان في كلام كتير قوي لازم نقوله عن مباراه الامس وكمان فيما هو قادم بما يختص بالاهلي. فاصل نرجع نكمل. طيب انا هرجع تاني ابدا الفقره دي وهقول نفس اللي قلته في بدايه الحلقه، عنوان المباراه بالامس كانت فعلا الفرص الضائعه للنادي الاهلي. ليه ده حصل؟ ايه كانت المشكله؟ هل كنا داخلين واثقين زياده عن اللزوم؟ هل كان في يعني تراخي من اللعيبه؟ هل الفريق الاخر كان مذاكرنا بزياده؟ ايه اللي حصل يوصلنا ان احنا نضيع فرص بهذا الشكل رغم ان احنا لعبنا كويس؟ وزي ما كنت بقول لحضراتكم المباراه كده لو بصيت عليها تلاقي ان الفرصه بتاعت الاهلي كانت كبيره جدا واكبر جدا، فهو في ايه بيحصل؟ كابتن ماهر تمام همام طبعا خلينا نرحب بيه نجم الاهلي السابق، بس احنا عايزين اجابه بعد صباح الخير. صباح الخير بجد، الواحد زعلان. طبعا بقول لك يا كابتن ماهر يوم غير عادي. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. يوم غير عادي على الكره المصريه بصراحه. يعني ايه بقى؟ هو كده دروس مستفاده لازم نستفاد منها. من ضمن الدروس انك انت ممكن تخسر على ملعبك وممكن يكون يوم مش يومك من ناحية الإدارة الفنية، من ناحية مذاكرة الفريق الخصم، من ناحية اللعيب، الفرص الضائعة اللي اتكلمت عليها نهاوند في بداية كلامها، فرص غريبة الشكل كتيرة قوي. طب ما هو ليه الشوط الأولاني ليه في فرص غريبة الشكل وليه كتير قوي؟ ليه دايما بيبقى مش دايما بس ساعات كتير بنتفاجئ بأن احنا عندنا مشكلة في الفينشنج، تلاقي جملة زي الفل يعني فيها كل حاجه مطلوبه ما عدا الفينشنج، والفينشنج ده هو معناها التهديف، معناها ان احنا نحرز اهداف او نهدرها. عفوا، احنا شفنا في ماتش مثلا المقاصه شفنا كوره حلوه، شفنا لعب حلو، شفنا عرضيات قفشه اللذيذه الحلوه اللي بتوصلنا لغايه المرمى المنافس، وشفنا حاجات كتير قوي افتقدناها الى حد كبير في مباراه الامس. هل حضرتك برضو نفس الانطباع ده عندك؟ هل افتقدت اللي شفته في المقاصه في ماتش سان داون؟ طبعا يا كريم، عايز اقول لك ان بتختلف، بس يعني المقصة احنا في الدوري المحلي رحنا للسان داونز المستوى اعلى، بطل من ابطال افريقيا برضك، مذاكره كويس بقى، لعب المباراه المريخ في مصر تعادل فيها 0-0، وفضل بقى مستني لقائك. حته التحضير للقاء واضح قوي ان هم كانوا يعني كانوا مذاكريننا كويس قوي، وواضح ان هم اول مره سان داونز يلعب بتكتل دفاعي طوال 90 دقيقة في 30 ياردة في نص ملعبه، ودي برضك بتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا يا كريم. قال لك احنا في حتة الاختراق وقفنا وعطلنا مفاتيح لعب النادي. بالظبط بالظبط، فدي من ضمن الأسلحة اللي بدأت الفرق تتعامل فيها مع النادي الأهلي إذا كان محليا أو إذا كان أفريقيا. ليه بقى؟ نتيجة البطولات اللي أنت حققتها، المستوى اللي أنت وصلت إليه، فبقت الناس بتذاكرك بشكل احترافي وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تعطلك. سان داونز احترمك بشكل كبير جدا في بدايه اللقاء، واول مره اشوفهم بيلعبوا بالزون ده او بالتنظيم الدفاعي ده. يعني المرتين اللي لعبناهم قبل كده كانوا بيلعبوا كره متطوره، كره حديثه فيها يعني فتح في الخطوط بشكل كبير، عشان كده قدرنا ان احنا نقدر في نص ملعبهم نقدر ننول منهم وقدرنا نكسبهم. المره دي هم عملوا العكس، بداوا يقفلوا 30 يارده في نص ملعبهم ويدافعوا بشكل كبير جدا، فتكتل الدفاعي بيساعدهم بشكل كبير انه بيديله ثقه انه ما يجيش فيه. احنا بقى عندنا الثقه بتيجي لما بتجيب في اول ربع ساعه، يعني طول عمر النادي الاهلي لما بيجيب جول اول ربع ساعه ثلث ساعه بيضغط على الفرقه من قدام، بيبدا يحرز هدف، بتبدا الدنيا تتفتح معاك. فالنادي الاهلي حاول بصراحه، يمكن الشوط الاولاني عندنا يمكن اربع خمس فرص
ضاعوا بشكل كبير جدا، ومنهم الفرصه بتاعت علي معلول اللي لعبها اللي حمدي فتحي لعبها بدماغه واخد بالك ضربت في المدافع وخرجت كورنر. دي كانت اقرب فرصه في الشوط الاول نقدر نسجل من خلالها، والجيم كان يتفتح كنت هتلاقي جيم تاني بشكل تاني غير الاداء اللي احنا شفناه بالنسبه لسان داونز. الحاجه الثانيه ان احنا الشوط الثاني حاولنا يعني اكتر من 6-7 فرص برضك ضاعت مننا، ويمكن الفرصه اللي كانت اكيده لحارس المرمى الكره اللي صدها خارج ال 18 رجعت لقفشه، كان مفروض ان دي قفشه يعني دي لعبته دي حاجته يقدر يجيب منها جول. الحاجه كمان الغريبه كريم نهواند ان احنا الثلاثه اللي قدامانيين في بدايه المباراه المهاجمين اللي احنا بنعتمد عليهم كانوا يعني مش في حالتهم الطبيعيه، مش فايقين. احنا عندنا مشكله في الهجوم، بوسيماني تحدث عن الموضوع ده. طيب احنا ليه ما يعني ما هو برضو انا هردد الاسئله اللي كانت على السوشيال ميديا بتطرح وعلى تويتر بتقال فعلا احنا عندنا مشكله في الهجوم، وموسيماني بيعي جيدا ايه المشاكل اللي عند الفريق وهو دايما بيشتغل عليها. طيب ليه ما حاولناش ان احنا نحل المشكله دي من الاول؟ يعني احنا داخلين كنا على موسم بطوله ورا بطوله ورا بطوله، وما هياش بطولات سهله ولا متوقعه، فليه ده مش بيتم يعني تداركه مسبقا؟ اخطر مكان يا نهواند اللي هو التلت الهجومي اللي هو بتحرزي فيه الاهداف، اللي هو بيتكلم عليه مستر موسيماني اللي بيبقى فيه الشغل الشاغل اللي هو بيحاول يصلح الحاجات اللي احنا السلبيه اللي بتحصل تاني يوم او تالت يوم في التدريبات، بيحاول يصلح الجزئيه دي. عايز اقول برضك كل تلات ايام فمش هتلحق تصلح للعيبه هذه الاخطاء، يعني الحس التهديفي المفروض ان احنا عندنا الحس التهديفي ده موجود في كل اللعيبه اللي بتلعب في الناحيه الهجوميه، يعني عندنا قفشي عنده حس تهديفي، شريف، تاو، طاهر، الشحات، كل اللعيبه اللي بتلعب في الجزء القدماني عندها حس تهديفي وهدافين على اعلى مستوى، لكن التوفيق وعدم التوفيق لما بتضيع فرصه بتضيع فرصه ثانيه بتضيع فرصه ثانيه بتقفل الدنيا بتقفل وبتبقى معرض انك انت يجي فيك، يعني تملي يقول لك ايه اللي بيضيع اللي بيضيع اللي بيضيع يستقبل بقى. فاحنا امبارح ضيعنا اهداف كتيره جدا واستقبلنا هدف في الدقيقه 86 وهدف يعني عايز اقول بخطا دفاعي، يعني مفروض ان الخطا ده وانا بشتت مفروض التشتيت يبقى كريم خارج ال 18 او يوصل لنص الملعب طبعا عشان يبقى بعدت الخطر عنه، لكن ابعد الخطر بقوه طبعا. لكن التشتيت اللي دخل ال 18 حاجه غريبه جدا ان هم في الدقيقه 86 عندهم كثافه عدديه كانت موجوده جوه ال 18 عندنا قدروا يستغلوا طبعا الخطا ده وسجلوا هدف. طب هل لسه برضه في فرصه لتدارك الامور؟ احنا عندنا لسه اربع مباريات في دور المجموعات، عندنا سان داونز في جنوب افريقيا وعندنا الهلال والمريخ في القاهره، فالى اي مدى برضه لسه في عندنا فرصه ان احنا نتدارك اللي حصل قبل كده ونضمن الصعود والتاهل للمرحله القادمه؟ اكيد اكيد يا كريم، ده درس من الدروس المستفاده لينا كلنا، لمستر موسيماني، للعيبه، لجماهير النادي الاهلي، لطرق اللعب، للتركيز والمتابعه ومحاوله ان انا اشوف كل فرقه من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه الثغرات اللي موجوده عليها. لو احنا رجعنا السنه اللي فاتت واللي قبلها برضك بدانا البدايه ما كانتش مطمئنه، يعني هو النادي الاهلي تملي يحطنا في مواقف كده في شويه تخبط كده بالظبط، وبعد كده بيرجع طبعا للحاله الطبيعيه اللي موجوده عليه، وده بيحتاج تكاتف بشكل كبير جدا من اللعيبه، من الجهاز الفني، من الكبار بالذات الكباتن. في الازمات اللي بالشكل ده بتبان معدن لعيبه النادي الاهلي، شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده الشخصيه مطلوبه من ان احنا نتلم، لان مفيش وقت. انا بدات معاكم ان كل ثلاث ايام مباراه ودي في منتهى الصعوبه طبعا على الجهاز الفني واللعيبه طبعا، فمطلوب من اللعيبه دلوقتي افريقيا ودوري ومحلي بالظبط، يعني عندك كل ثلاث ايام هنلعب مباراتين وبعدين هنبدا نسافر وبعدين نرجع المريخ السوداني، يعني العمليه في منتهى الصعوبه. لكن عايز اقول لك ان دور اللعيبه هنا، اللعيبه الكبار لازم يبقى لهم دور كبير جدا مع مستر موسيماني ان هم ازاي يجمعوا الفرقه، ازاي نتكلم على الشق النفسي برضو طبعا مازال مهم جدا. طيب ما هو الشق النفسي مهم جدا بس الفني مهم برضو في الوضع اللي احنا بنشوفه ده. يعني هرجع للتصريحات اللي انا وكريم كنا بنقولها في الانترو، اتكلمنا عن تصريحات موسيماني ومنكوبا، هو بيتكلم منكوبا ان الاخطاء الفرديه اللي كان استغلها قبل كده النادي الاهلي
وادى لخسارته امام الاهلي فيما سبق. يعني كانت زي ما بتقال كده اخطاء الاهلي استغلها، وهم قدروا ان هم يشتغلوا عليها علشان ده ما يتكررش مره ثانيه. اذا هم ذاكروا كويس قوي اللي عملوه، وذاكروا كويس قوي النادي الاهلي. طيب انا دلوقتي كمشجع للنادي الاهلي عايز افهم فين برضو مذاكرتي انا للاخطاء بتاعه الفريق بتاعي، وفكره ان انا ما اتداركش ده مره ثانيه ان هو يحصل على الارض. فمعلش انا يمكن متضايقه شويه، بس الواحد ما كانش متوقع بصراحه خساره تاني. انا امثل فئه، في ناس تانيه شايفه ان اللي حصل ده ما فيهوش مشكله، انا يمكن غيرتي عن النادي الاهلي شويه مضايقاني. الواحد كان متوقع، وان احنا لما شفنا المباراه كابتن همام اللعب بتاعنا يعني الكوره بتاعتنا الماتش بتاعنا بس راح يعني حاجه تزعل. طبعا طبعا انا معاك يا نهاوند في الكلام اللي انت بتقوليه، كلام مظبوط 100%. طبعا هو ده دور المدير الفني ان هو بيصلح الاخطاء. يعني كل مباراه بيبقى فيها اخطاء وبيبقى فيها سلبيات فيها ايجابيات، الشغل على السلبيات بيبقى كتير، الايجابيات خلاص انت بتحافظي على الجزئيه دي. فمع الاسف احنا كل 3 ايام برضك لازم اللعيب يساعد المدير الفني في الجزئيه دي. يعني لازم يبقى انا عندي تركيز ان انا جوه ال 18 الفرصه اللي تجي لي اقدر اجيبها قادر اخلصها. طب هي المشكله فين؟ يعني انا ليه الفاينل تاتش زي ما بيتقال ما بيحصلش؟ المشكله هتبقى مركبه، يعني زي ما اتكلم على الخطا الدفاعي بيبقى خطا مركب، يعني لما انا عايز اشتت وبعد التشتيت طلع دخل ال 18 يبقى لازم يبقى في متابعه من المدافعين الاخرين ان انا امنع الراجل ده ان هو يصوب. مظبوط؟ احنا بالنسبه لنا الشغل الجماعي في خطا بيبقى طبعا موجود على راسه مستر موسيماني ثم اللاعبين. هل هي المرة الأولى؟ معلش أنا أنا يمكن شريرة شوية النهاردة، بس والله العظيم من الواحد من غيرته على النادي. هل هي المرة الأولى؟ نتكلم عن اللي هي اللمسات الأخيرة اللي عندنا فيها مشكلة، ولا كررت قبل كده؟ لا هي تكررت. طبعًا تكررت، وهو ده شغل التدريب، إن أنا دوري أنا كمدرب اللاعب يخطأ وأنا أصلح. اللاعب يخطأ وأنا أصلح، ده دوري. خلاص؟ لكن بيجي في وقت بالحساب بقى. ان انا انت قرر الخطا، اللي بيخلينا نقرر نحاسب ايه الخطأ. لما الموضوع يبقى بجد كتير، يعني طبعًا وارد جدا ان يبقى في عدم توفيق، وارد جدا ان حد يخطئ خطا ما طبعًا. يعني ده وارد وجايز وبالعكس ده شيء يعني طبيعي جدا في كره القدم، لكن التكرار ومعدل التكرار هنا يخلينا لازم نعمل وقفه. بالظبط. مشكله فين؟ وبعدين تاني نرجع ونقول ما هو الفينشنج ده اللي هو التهديف، اللي هو التسجيل، اللي هو يهمنا في نهايه المطاف. يعني زي ما بنستمتع بالاداء الحلو، يعني المتعب بتوصل للماكسيمم لما الاداء الحلو ده ينتج عنه هدف احلى. يعني عايز اقول لك حاجه كريم، يعني هنرجع للزمن بتاعنا شويه. كان مستر الدكوتي ايامنا احنا جيل السبعينات، فكان الخطا بيحصل يصلح، بعدين يحصل خطا تاني يصلح، خطا تالت يصلح، رابع مره بتدفع عاقب بقى. طبعا عقوبات ماليه أكيد. يعني اكيد طبعا في عقوبات ماليه، وده مش حاصل حاليا. لا طبقت قبل كده، موجود في اللائحه طبعا، وطبقت قبل كده موجوده في اللائحه. بس انا عايز اقول ايه، انك انت كمان كلاعب مهاجم ده دورك، واخد بالك، انك انت داخل الصندوق الفرصه اللي تيجي تبقى على قد ما اقدر استغلها، لان انت ده دورك، واخد بالك، في دور المجموعه. ان انا كمهاجم لازم لما تجي لي فرصه اقدر اخلصها، لما تجي لي فرصتين اقدر اخلصهم، عشان هي المباريات دي كده. طب طالما فتحته كمان بقى، يعني صفحه العامل النفسي والشق النفسي والتاهيل النفسي، بالمناسبه احنا طبعا عندنا ماتش امام فاركو يوم ان شاء الله، بتكلم على الدوري بقى، عندنا ماتش مع فاركو يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. فمحليا طبعا شفنا اداء اكتر من رائع بعد ماتش المقصه، لكن في ماتش فاركو هل اللعيبه ممكن يفضلوا متاثرين بخساره سان داونز ويبقى كل تركيزهم في اللقاء القادم افريقيا على حساب تركيزهم محليا؟ لا، عارفه كريم، نفسيا البطل بيطلع خلاص، لان دي كل الحاجات دي مرت على اللعيبه دي على مدار السنوات اللي قبل كده. هم شافوا السيناريوهات دي مره في افريقيا، مره في الدوري العام، مره في كاس العالم للانديه وهكذا. فاللعيبه دي متمرسه، عندها من الخبرات، واللعيبه دي معظمها يا كريم لعيبه دوليه. يعني عندنا كم من اللعيبه الدوليه في المنتخب الاول، وكم من اللعيبه الدوليه الموجوده في المنتخب الاولمبي. فانا عايز اقول لك ان طبعا هم زعلانين ومضايقين جدا، عشان جمهورهم امبارح المباراه كانت في استاد القاهره،
وطبعا شكل جمهور النادي الاهلي والدخلات اللي كانت جميله، وجمهور النادي الاهلي اللي ساند الفريق من اول المباراه لحد نهايه المباراه. هو ده بقى علشان كده كان في زعل، عايزه عايزه تصالح كده. زعلوا يا كابتن همام الناس امبارح كانت مستاء يعني طبعاً. احنا كنا بنتكلم طبعا ان شاء الله كمان وزاره الشباب والرياضه، وكان في قرار صدر ان احنا عندنا 60,000 متفرج هيبقوا موجودين بعد كده مع المنتخب الله. فانت بتتكلم ان ده عامل يعني رائع، والدوله عملت الشق ده، وده شق محترم جدا من جانبها، والجماهير لهم هذا الحق اصلا في الاول وفي الاخر، والمسانده بتبقى موجوده، وامبارح كان في مسانده في الملعب. فيعني اللي انا بتكلم فيه انا وكريم ان لما تيجي كده تقول الظروف بتاعه المباراه، لا الظروف كانت لصالح الاهلي بالامس، معايا حضرتك متفق؟ بالزبط. ما كانش في مشاكل نقدر نقول اصل الملعب، اصل الجو، اصل الحكم، اصل حد من الساده الجمهور مثلا عمل حاجه، لا الدنيا كانت ماشيه كويس جدا. فرغم ده انا ما شفتش الاداء اللي الاهلي معودني عليه. بالظبط، يعني انت لمستي نقطه مهمه جدا، حته روح الفانيلا الحمراء. يعني امبارح ما حسيناش بروح الفانيلا الحمراء في حته الاصرار، حته العزيمه، حته ان انا عايز اسجل هدف، ان انا عايز اكسب المباراه، ما حسيناهاش من لعيبه النادي الاهلي، ودي كانت غريبه علينا، خصوصا ان احنا بعد مباراه الهلال السوداني قلنا مباراه متوسطه المستوى، قلنا ان شاء الله في سان داونز باذن الله النادي الاهلي هيظهر بمظهر افضل من المظهر اللي ظهر به في الهلال السوداني. الشوط الثاني حاولوا، حتى مستر موسيماني غير الثلاثه اللي قدام، يعني حتى في التغييرات، يعني ساعات نهوان ساعات كريم لما بيبقى الجيم مقفول بهذا الشكل وانا عايز اكسب، فمعظم تغييراتي بتبقى هجوميه، فمستر موسيماني امبارح دفع بثلاثه مهاجمين على اساس ان هو يعني يعدل يحسن ويحاول ان هو يقدر، وشال من نص الملعب واضاف مهاجم. ربما هو ما كانش متوقع على فكره سير المباراه بهذا الشكل ده، يعني ده انا حميل لهذا الراي موسيماني، يعني ما اعرفش رايك ايه. يعني طول ما انت في الاداره الفنيه ومع النادي الاهلي يا نهوان، لازم تعرفي ان كل مباراه حرب بالنسبه لك، ولازم تتوقعي ان الخصم اللي قدامك ده عايز ينول منك لانك انت بطل. بس الخصم المره دي ليه وضع شديد الخصوصيه تجاه النادي الاهلي، يعني في قاسم مشترك ما بينهم، مدرب واحد في وقت من الاوقات كان هو بيدربهم وفاز معاهم ببطولات وكان ليه معاهم انجازات. حضرتك اكتر من مره، ونهاوند كمان حتى في مقدمه حلقه النهارده قالت اكتر من مره ما معناه ان هم كانوا مذاكريننا صح، ودي حاجه واضحه للكل. طيب مش كان من باب ادعى او اولى ان احنا نكون مذاكرينهم بنفس القدر، وخصوصا ان احنا جزء كبير من المقرر اللي لازم نذاكره بالفعل موجود عند موسيماني. ما هو خد بالك يا كريم، نهاوند الراجل بيذاكر بصراحه وبيشوف وبيقطع وشوف الماتشات، شاف ماتش سان داونز مع المريخ وشاف سان داونز مع الهلال، خد بالك. فالراجل برضك بيذاكر وعنده معد ومحلل اداء بيتعايش معاه في كل حاجه، من الجوانب الدفاعيه والجوانب الهجوميه واللعيبة المميزه اللي عندهم كور ثابته. يعني حتى الراجل في المؤتمر قال النهارده انا هقابل خصم متغير عن السنوات اللي قبل كده، بعض اللعيبه اضافوا بعض اللعيبه، اضافوا بعض الجمل التكتيكيه، بداوا يتعلموا يدافعوا. الماتشين اللي قابلناهم قبل كده ما كانوش بيدافعوا، كان الجيم مفتوح، وصلنا للجول وكسبنا المباراه في منتهى السهوله. النهارده هو بدا يعدل من نفسه، وهو من ضمن الحاجات اللي قالها مستر موسيماني ان احنا هنقابل سان داونز غير سان داونز اللي هو بتاع السنتين اللي قبل كده. فلغه الكوره والتحضيرات، لا المدير الفني بيشتغل وبيذاكر بشكل كبير، وبعدين بيبدا ينقل اللعيبه. خدوا بالكم ان سان داونز هيلعب زون ديفنس، ان سان داونز عنده في الاستحواذ بيقدر ينقل الكوره كذا نقله، عنده جمل تكتيكيه بيقدر يعملها في الثلث الدفاعي بالنسبه لنا، عنده سرعات، عنده بعض اللعيبه بتروح للجول، عنده كور الثابته اللي بيعملوها بشكل خطير. كل الحاجات دي بيبقى اعداد ذهني ونفسي للعيبه قبل المباراه في الثلاث ايام، وبعدين توفيق وعدم التوفيق بقى ليله وقت المباراه لما بيصفر الحكم، هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق بالنسبه للعيبه. لكن انت ذاكرت واشتغلت وحضرت، بتتمنى بقى التوفيق في خلال ال 90 دقيقه اللي انت هتلعبهم. ساعات بيبقى سبحان الله يعني التوفيق وعدم التوفيق موجود في الكوره. ايوه التوفيق عدم التوفيق لما بكون عامل اللي عليا. بتدي للنادي الاهلي امبارح كاداء كام من 10؟ يعني انا امبارح بقول يمكن الشوط الاولاني احنا كنا متوسط المستوى، الشوط الثاني يعني نعدل الخمسه 6 من 10. والتوتال يعني خمسة عشان ما كسبناش. خمسة ستة من عشرة معناها ان احنا ما كناش عاملين اللي عليه. يعني عايز اقول لك ان احنا عملنا اللي علينا، لكن ما عرفناش نكسب، هتقلل من درجاتك.
يعني بدل ما هتاخد مثلا 7 8 من 10 لا هتاخد مثلا 5 6 من 10. طيب الفتره الاخيره واكثر من مره على فترات زمنيه مش متباعده قوي لاحظنا ان في هجوم في كتير من الاحيان كان غير مبرر على بيتسو موسيماني، وحتى وصلت الامور لمرحله التشكيك في تجديده للنادي الاهلي من عدمه. فحضرتك شايف الحكايه دي ازاي؟ هل دي مثلا حاجه طبيعيه ان هي تكون حاصله؟ لان في ناس شايفه ان لا، في التوقيت ده واحد واخد 2 سوبر افريقي، واخد 2 كاس عالم، 3 عالم ورا بعض وبطولات و و، فالراجل مفيش حتى اي حاجه تخلينا نفكر نتكلم في النوع ده من المواضيع. طب المواضيع دي بقى ظهرت ليه على السطح كده؟ هل محاوله او مش عايز اقول مؤامره لتشتيت تركيز وانتباه اللاعبين ولا ايه؟ طول ما احنا موجودين يا كريم هيحصل التشكيك ده. انت البطل، فانا البطل عايزين نقول منه، عايزين نقلله، عايزين نفرتكه، واخد بالك؟ مش عارفين نبقى زيه. اعداء النجاح كتيره جدا يعني. يعني اذا كانوا في الوسط او في السوشيال ميديا او في الاستديوهات التحليليه او في بعض البرامج، ايه الاهلي ده اللي عمال يكسب على طول؟ ايه الاهلي ده اللي منظومه غير طبيعيه؟ ايه الاهلي ده عايز يدرس؟ ايه الاهلي ده اللي ما شاء الله؟ يعني احنا بنتكلم على كاس العالم للانديه، كل الناس قالت لك ينسحب، كل الناس قالت لك ده احنا هنتقطع، كل الناس قالت لك لا يمكن يا جماعه. وزعلنا بالمركز الثالث وكنا شايفين نفسنا اول او ثاني. فالنهارده النادي الاهلي منظومه بصراحه تدرس من مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب، من لجنه التخطيط، مستر موسيماني كان في ضغط عليه كبير جدا يا كريم في الفتره اللي فاتت. لا ده كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط خدوا قرار ان هو مش هتجدد له. النادي الاهلي طول عمره يا كريم ما بيحاسبش بالقطعه. اكيد اكيد، ولا احنا كجماهير هنحاسب النادي بالماتش ده طبعًا. كلام اكيد معروف، ما بتضغط بالظبط. لكن مجلس اداره النادي الاهلي على درايه كبيره جدا من اللي بيحصل. مجلس اداره النادي الاهلي بكده كابتن محمود الخطيب عندهم درايه كبيره جدا اداريه وفنيه طبعًا. وعندهم من الخبرات ان هو ما يقدرش يحاسب مدرب بمباراه او مباراتين. لا، الحساب من اول ما تولى المهمه لحد ما انهي المهمه نبدا نشوف الراجل ده في عمل ايه وانجز ايه. الراجل ده محقق 6 بطولات في سنه، يعني هو سنه يمكن 40 يوم او سنه وشهر. فده بياكد لك ان الراجل الكيمياء بتاعته جات مع شكل واداء النادي الاهلي. والراجل يعني بيشتغل بشكل، حتى الناس القريبين منه بيشوفوه في المعسكرات بصراحه بيشتغل شغل كبير جدا وبيتعب تعب كبير جدا مع اللعيبه وبيحاول. يعني النهارده اللقطه اللي احنا شايفين اهو بيتكلم الناس اللي على الدكه كمان، يعني حتى بيصحصح الناس اللي قاعده بره في الكور اللي بتضيع، واخد بالك؟ يرجع يشرح وبعدين يرجع تاني. يعني واضح قوي ان الراجل عملي وان الراجل مصحصح بشكل طبعًا كبير طبعا. لكن انا عايز اقول لك حاجه كريمه نواد، انا يعني بصراحه مطلوب من الناس اللي بتنزل، البدلاء، مش عايز اقول البدلاء، الزملاء اللي هيكملوا المشوار من داخل المباراه، مهما كان الوقت. يعني في ساعات بيبقى انت بتدفع بمهاجم، انا معاك زي حسام حسن، في 6 دقائق 7 دقائق 8 دقائق، انا شايف ان دي مش كافيه يا كريم نواد. يعني انا عشان ادفع بفرود، الفرود عشان يخش ويديلك عايز بالظبط، يعني بعض المدارس تقول لك ايه، بعد ما يعدي 10 دقائق من الشوط الثاني ابدا ادفع بالمهاجم عشان يبقى عنده ساحه وقت كافيه تتخلق له فيها فرص. 45 دقيقه بالوقت الضايع يبقى حتى يقدر يديلك. نفس الكلام بالنسبه لقفشه، احنا كلنا قعدنا نقول قفشه هيبدا من بدايه الشوط الثاني، اتاخرنا على قفشه برضه، يعني كان لازم 10 دقائق وبعدين ابدا بقفشه. دي مدارس، خصوصا ان هو كان بيشارك من البدايه، يعني ما فهمناش، يعني انت قعدته بتبعده شويه بتشوقه وبعدين ابدا ادفع بيه، لان احنا بس هو اوريدي متشوق لان هو ما شاركش يعني مع المنتخب في حاجه، يعني فترات عايزين قفشه، لان قفشه برضه عنده من الحلول وعنده من الرؤيه اللي يقدر يلعب بالناس دي لقدام، يقدر يعمل الباصات المؤثره، يقدر يعمل لك الاوفرات اللي واخد بالك اللي ممكن تجيب اهداف. فساعات بيبقى في توفيق وعدم توفيق. بعض المهاجمين مع الاسف حتى اللي دفع بيهم مستر موسيماني، حتى تاو لما نزل برضك عشان بعيد عن الملعب وكان مصاب، فيعني الكره الاخيره اللي وقفها أيوه. وبعدين اتقلنا فيها وعايز يلعبها كان المدافع ايه أيوه، لكن هو لو جاهز وبيلعب حتته، يعني قبليها في جول التسلل شوف نكاشه ازاي وهو بيجري. ففرود من ضمن الفراوده، لكن احنا برضك مش محظوظين ان هو متعور وبقاله 3 4 مباريات ما بيلعبش. فانت عارف المهاجم بيبقى عايز يبقى موجود في الملعب طبعا. زي شريف مشكلته كانت مع كروش ان هو ما بيلعبش، وطبعا اثرت عليه نفسيا اكيد. مستر موسيماني قعد معاه اكتر من مره
مره ومرتين وثلاثه عشان يرفع مروعه المعنويه، اداله من بدايه المباراه. فدي كلها حاجات نفسيه المدير الفني بيشتغل مع اللعيبه فيها. وفي الاول والاخر يا كريم برضك انا بقول لك التوفيق وعدم التوفيق. طب انا ممكن النادي الاهلي امبارح حاول الشوط الثاني، النادي الاهلي ما قصرش الشوط الثاني، كنا محتاجين بس جول، كره تعدي بس. على كل حال كابتن همام احنا هنرجع نقولها مره تانية، احنا ممكن نزعل ممكن ننتقد بس في نفس الوقت عندنا ثقه، ده مش معناه ان احنا يعني خلاص شايفين ان اللعيبه وكل حاجه ما عندناش رضا، لا احنا عندنا رضا عندنا امل في اللي جاي، ولكن احنا من حقنا نزعل او نسال يعني. ده لما انت بتحب حد بتسال بتغير يعني، هي دي النقطه. فانا من حبي انا كجماهير كلام على الجماهير مش كنهوان، انا كجماهير النادي الاهلي من حقي ان انا ازعل، من حقي ان انا اقول ليه احنا من نعملش اللمسات الاخيره بالشكل اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي وغيره وغيره وغيره. لكن هنرجع تاني نقول اكيد احنا مش هنحكم على الدنيا او النادي من مباراه واحده او على اللعيبه، لسه في قدامنا ان شاء الله لسه في امل موجود. بس هنروح فاصل نرجع عشان كمان ملف المنتخب انا وكريم حابين نتكلم مع حضرتك فيه. انا مش عارفه البتاع ده تعبني النهارده والله في حاجه غلط، نظبطه في الفاصل بقى، فاصل سريع ونرجع نكمل. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا ودردشتنا مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. وكانت نهاوندا حتى قبل ما نطلع الفاصل قالت عايزين بقى نفتح معاه ملف المنتخب، وفعلا احنا عندنا ان شاء الله يعني مبدئيا كده لقائي السنغال. هل متخيل ان كيروش ممكن يستعين ببعض العناصر الجديده يطعم بيها الفريق؟ وبعدين احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على فريق السنغال، سيبك بقى من تاريخه وموروثه ولقاءاتنا السابقه معاه واحنا معرفتنا الكامله بان هم الى اي درجه عندهم قوه عضليه واطوال وجري و و و هم كمان عندهم نسبه، ده تقريبا الفريق كله محترفين. بالظبط، يعني يكاد يكون المنتخب بتاعهم كله محترفين. فهنعمل ايه في لقائي السنغال بقى؟ دي اللي هتفرق معاهم يا كريم، ان هم العدد ده كله موجود في اوروبا. العدد ده كله بيتمرن بنظام وبيلعب كل 3 4 ايام، واخد بالك، واحتكاك طبعا على اعلى مستوى. لما هيرجع السنغال هيبقى يوم او يومين وبعد كده هيبدا يجي على القاهره. مشكله عندنا احنا بقى. طبعا المشكله احنا كنا قبل الاول كنا بنتكلم وبندردش ان كل يومين ثلاثه في حاجه. بالظبط، كل يومين ثلاثه عندك مباراه. لعيبه الاهلي مجهده، الثلاثه بتوع نص الملعب مجهدين جدا، حتى الجانب الهجومي عندك مجهد واضح قوي. طب وبعدين؟ حتى خط الظهر هتتصرف ازاي؟ اصابه حجازي هتاثر علينا بشكل كبير، عدم وجود حجازي في المباراه الاولى هتعمل لنا مشكله في الحته بتاعت خط الظهر بشكل كبير. كل ثلاث ايام الاهلي عنده افريقيا وعنده دوري، واخد بالك، وبعدين امبارح خساره الاهلي والزمالك بتاثر نفسيا كمان على اللعيبه. الاجهاد اللي هيبقى واقع على اللعيبه، احنا السنه الثالثه على التوالي، يعني لعيبه منتخب مصر ما ريحتش. اي نعم دوري قوي، والدوري بقاله سنتين بيفرز لعيبه على اعلى مستوى، حتى مستر كروش يمكن اختار 6 7 لعيبه، ودي كانت اول مره من الانديه اللي موجوده في الدوري العام. لكن بالاخص قوام المنتخب بيبقى من الاهلي والزمالك. لو الاهلي والزمالك مش في حالتهم هتاثر بشكل كبير جدا على منتخب مصر في المباراه الاولى. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه دي يعني حاله استشفاء بالنسبه لها تبقى يعني يقدروا يستغلوها بشكل كبير جدا. ربنا يبعد عنهم الاصابات، لان بدك الاصابات يا كابتن همام. نعم ثواني. نعم يا فندم، ثانيه واحده بس. الكلام ده كله يعني احنا بنقوله من بدايه الموسم، ولكن مش هي دي النقطه. النقطة إن أنا بدخل الموسم بهذا الشكل أصلاً، النقطة إن أنا عندي ماتشات وبطولات راكبة على بعض بتوصل لي إن أنا عمال أدعي دلوقتي قاعد على الهوا بقول يا رب ما يجيليش إصابة، يا رب اللعيبة بتوعي منهكة. ما هو ده مش كرة قدم، ده مش طبيعي. أنا دلوقتي لما أجي أقسم بطولاتي لازم أقسمها بشكل آخر، مش معقول. يعني الموضوع برضو النهاردة الواحد لما بيجي يتكلم ويشوف المشهد من بعيد مش كده، يعني ما هو ده كان نتاج طبيعي. عارف حضرتك ده نتاج طبيعي لسلسلة الأمور اللي احنا ماشيين فيها والشكل العام. ما هو برضو ده غريب. أنا معاك يا نهواندي إن احنا إداريا بقالنا 30-40 سنة. طب وبعدين؟ بعيد خالص عن القصة دي. احنا بنبعد قوي النهارده انت ثالث موسم بيتلحم ورا بعضه، فطبعا لصالح مين؟ هنقعد ندعي كل موسم لصالح مين؟ فانت النهارده مش عارف، والسنه الجايه يا رب نتمنى نخلص بدري عشان نبدا بدري. بالظبط، فالاجهاد ده سبحان الله. يعني انا مريت بالظروف دي وانا لعيب منتخب، كنت نفس الظروف،
بطلع من المنتخب بروح للنادي، من النادي بروح لافريقيا. بس ما كانتش بالكم بقى دلوقتي. اه ما كانتش بس بالضغط على المجموعه اللي موجوده بهذا الشكل. لان انت برضك كريم النهواند في بعض اللعيبه الدوليين احنا مش لاقيينهم، عايزين نرجعهم مش عارفين نرجعهم. قفشه ومحمد شريف اللي كانوا مؤثرين معانا بشكل كبير جدا يعني. قفشه الاستشفاء ده جسمانيا ونفسيا يلحقوا اللعيبه يعملوه قبل لقاء السنغال الاول؟ ما هم بيحاولوا يا كريم، هم بيحاولوا برضه. طب قول لنا بخبرتك برضه انا وكريم والناس سمعنا كابتن همام حضرتك بتقول حصل حاجات مشابهه، كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني انا عايز اقول لك حاجه، مثلا وانا في البطولات الافريقيه ديت خامس مباراه لينا اللي كانت قبل السنغال كان ساحل عاج، انا قلت حجازي هيتعور، فالناس قالت لي يعني انت، قلت لهم انا كنت مريت بنفس الظروف ثلاث بطولات كنت بتعور في المباراه الرابعه او الخامسه، لان كل ثلاث ايام مع الحراره مع الرطوبه مع قله الاكل مع الملاعب التعبانه دي فانت معرض للاصابه. فقالوا لي الله يعني انت، قلت لهم لا يا جماعه انا بقول لكم عن تجارب عشناها. فانت النهارده ساعات بنقصوا على اللعيبه، ايه ده المستوى ده وايه الاداء ده، ما هو اللعيب برضك مش ملاحق. اصل انت ثلاث ايام ثلاث ايام يا كريم يا نهواند انت لسه بترجع، بعد ثلاث ايام رابع يوم بتبدا تحس بنفسك يعني. أيوة. خامس يوم بتبدا تخش، سادس يوم العب مباراه، ده اللي كان موجود ايامنا احنا. فالنهارده ثلاث ايام 72 ساعه وبعدين هوب مباراه 90 دقيقه مع خصم مريح، ما عندوش افريقيا زيك. أيوة. ما عندوش ارتباطات دوليه زيك، ما بيلعبش في المنتخب، فقعد مريح فرصدك، خصوصا بقى انه هيلعب قدام الاهلي، هيظهر في التلفزيون، هيوكل الشورت، هيوكل فانيلا، هيوضب التسريحه بتاعته، هو متعايش معاك عشان مباراه الاهلي. السوشيال ميديا هتتكلم على المباراه، النقاد ممكن نروح المنتخب من خلال لقاء الاهلي. كنا عقود احترام. فانت النهارده كل ده بالظبط، جيل عقود، انت كل ده محطوط تحت ضغط يعني مش قادر تتنفس. فاحنا برضك يعني بنعذر اللعيبه دي، وانا بحيي جمهور النادي الاهلي ان جمهور النادي الاهلي عايش الاجواء دي وعارف ان اللعيبه ده ياما فرحته. طبعا ياما طبعا فرحته وياما هتفرحه. احنا عايزين فيقول لك ايه، ما تضغطش عليهم. انا زعلان، كلنا زعلانين ومتضايقين على الاداء امبارح، كنا المفروض نكسب، لكن بترجع تقول ايه، ما هو ان شاء الله باذن الله احنا مطلوب اول وتاني، احنا قادرين ان احنا نوصل ان شاء الله اول وتاني، وبعد كده يبقى في شغل الشغل. يبقى دي بقى كابتن همام معلش ما برضو ايه ده، احنا بنتكلم احنا بلسان الجماهير. حضرتك بتتكلم بلسان لاعب كوره واللاعب ففي لغه ممكن تبقى مختلفه. انا كجمهور عندي غيره، لا انا عايز البطوله دي خدتها، انا عايز اللي بعدها بالزبط. انا عايز اكسب. وانتوا تعبانين معلش دوسوا على نفسكم. بس في الاول في الاخر ببقى متفاهم. حضرتك بتشرح لنا وجهه نظر اللاعب كويس جدا. طيب النقطه اللي كريم اتكلم فيها اللي هو احنا دلوقتي اللي جاي، هل احنا برضو هنمر بنفس الكلام اللي فات وهنقعد كل مباراه نقول يا رب ما نتصابش، يا رب الدنيا تمشي كويس، يا رب لاعبتنا عندهم مشاكل، يا رب عندنا مشكله في الهجوم، يا يعني حضرتك فاهم وجهه نظري؟ فالدنيا ماشيه ازاي من وجهه نظر كابتن ماهر حمام فيما هو يعني قادم. انا شايف مؤشرات ال 40 يوم اللي قبل مباراه السنغال انا مش شايفها بصراحه يعني. من يعني الراجل اللي هو المدير الفني اخذ اجازه بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، ما جاش لحد دلوقتي. فالله، طب هو ده الراجل الهيد، الراجل اللي بيخطط، الراجل اللي عايز يشوف المباريات المحليه، عايز يشوف الاهلي في افريقيا، عايز يشوف الزمالك في افريقيا، عايز يتابع اللعيبه المحترفين، عايز يشوف حجازي، عايز اللعيبه المصابه، كل ده شغل الشاغل. تخطيط طبعا للمدير الفني. وبعدين هل احنا الراجل هيطلب مباراه حبيه دوليه قبل لقاء السنغال او مباريتين؟ انا مثلا انا كنت بطلب. هو ده مش معناه المزيد من الاجهاد؟ ما انت برضك عندك شغل كريم عايز تشتغله على السنغال. يعني انت دلوقتي هتلعب في ملعبك، يعني هتهاجم بنسبه 70% و30% دفاع. طب انا الهجوم ده مش مبني على جمل تكتيكيه عايز اشتغل عليها؟ طب اشتغلها على مين؟ اشتغل على مين؟ مش اشتغل على خصم تقسيمه يعني استحاله. وحتى في التقسيمه برضك ما بقاش فيها النديه. لكن اجيب خصم قبل مباراه السنغال وابدا اشتغل عليه عشان كمان حتى اطمن الناس واطمن الجمهور. ده الشغل العلم الحديث اللي احنا بنعرفه. ودي كانت مشكله حسام بدر لو تفتكر، طلبوا منه مباراتين فقال لك لا الدوري يمشي.
صح. عشان اشوف اللعيبه. لا ما ينفعش، انا في شغل هعمله في ال 40 يوم دول. طب السنغال بيعمل الشغل ده؟ اقول لك اه. ليه؟ لانه عنده كل اللعيبه محترفين في الخارج. طب. فعنده طرق اللعب وعنده طب. الضغط وعنده الجمل التكتيكيه ومحطوط تحت سيستم ومظبوط، لان هو بيلعب برضك في اوروبا بيلعب مباريات على اعلى مستوى طبعا. لكن احنا اللعيبه بتاعتنا ثلاث اربع لعيبه محترفين اللي موجودين، محمد صلاح وتريزيجيه، وما اعرفش تريزيجيه بيلعب او ما بيلعبش، صلاح بس هو اللي بيلعب، والمحليين هنا زي ما احنا شايفين برضك الدوري ما بيفرس قوي، واخد بالك؟ وادي افريقيا احنا يعني مضغوطين فيها بشكل كبير. فانا عايز اقول لك ان ده بيبقى علم وتنظيم قبل المباراه اللي هتوديك كاس العالم، بس احنا نحس ان فعلا في اهتمام، اهتمام من الشباب الرياضه، اهتمام من اتحاد الكوره، اهتمام بالجهاز الفني، اهتمام باللعيبه، اهتمام بالانديه. يعني برضك الراجل لازم يقعد مع الانديه ويشوف اللعيبه. النهارده مثلا انت بتتكلم بتقول ان في ثلاث لعيبه وجوه جديده ان شاء الله هيبداوا يخشوا المنتخب او هيضافوا لتشكيله المنتخب، والثلاثه من النادي الاهلي، ياسر ابراهيم وعبد القادر والثالث يعني ناس الثالث مين يعني. طيب ده كلام كويس، وفي لعيبه هتخرج، وهل في لعيبه تاني ممكن الدوري الممتاز يفرزها للمنتخب؟ ما افتكرش طيب. هندخل لعيبه تاني، لان انت خلاص اللعيبه اللي موجوده خلاص حفظت الفكر بتاعك، تتأقلموا مع بعض بقى بالظبط. كابتن همام الوقت خلص، انا هاخد من حضرتك حاجه اخيره. اتفضلي. الاجابه في منتهى الشفافيه. اتفضلي. متفائل فيما هو قادم فيما يختص بالمنتخب؟ انا على الاهلي كلنا واثقين، ما عندناش قلق، انا بتكلم على المنتخب. لا انا يعني بتمنى طبعا، كلنا مصريين وعايزين ان مصر طبعا في كاس العالم في قطر ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. مباراتين السنغال مباراتين مهمين جدا وصعبين جدا. متفائل؟ انا متفائل ان شاء الله باذن الله. ليه بقى؟ المباراه الاولى ان شاء الله هيبقى فيها 60,000 ان شاء الله جمهور مصر في الاستاد. جميع الفرق الافريقيه بتخاف من استاد القاهره وبتترعب من جمهور مصر، فاحنا معانا سلاحين بصراحه هيفرقوا معانا جدا. واحنا لو ينفع ناخد ال 60,000 دول معانا في الماتش الثاني، نعم. يبقى لو كان ينفع ناخد ال 60,000 نخلص بس يا كريم. لا نخلص من هنا بالنتيجه ايجابيه ان شاء الله نقدر. لا هو المهم ان احنا نكون ضمن ال 60,000 اللي هيحضروا الماتش. هنشتغل على الموضوع ده من دلوقتي. اه لازم نحضر طبعا. نورتنا كابتن ماهر بجد. شكرا لحضرتك وكلام مهم بجد، قلنا كلام مهم وتحليلات. شكرا ليك. شكرا كريم. شكرا لحضرتك نورتنا واسعدتنا كالعاده بوجودك معانا، وان شاء الله نلتقي على خير. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي معاكم تاني واخر فقراتنا في حلقه النهارده، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، وارجوكم تابعوا وبمنتهى التركيز الفقره دي، لان احنا هنتكلم من خلالها عن موضوع مهم جدا، عن الفيتامينز. طبعا كلنا عارفين ان نقص الفيتامينز في الجسم بينتج عنه او بيتسبب فيه الكثير جدا من المشاكل. طيب السؤال بقى، ازاي اعرف انا عندي مشكله متعلقه بنقص الفيتامينز ولا لا؟ ايه اعراض نقص الفيتامينز اللي ممكن لما ابتدي الاحظها على نفسي اعرف ان لا ده انا عندي مشكله، وابتدي اعمل تحليل بتاعي عشان اعرف انا ناقصني فيتامين ايه وبالتالي اعالج المشكله الفلانيه؟ هنتكلم عن كل هذه التفاصيل مع دكتوره دينا ابو السعود اللي منورانا. دكتوره صباح الفل. صباح الخير يا كريم. عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. كله زي الفل يا رب دايما في احسن يخليك. صحه واحسن حال واحسن صحه دي ما بتحصلش غير والفيتامينز مكتمله طبعا. في جسم الانسان طبعا. فالى اي درجه نقص الفيتامينز ممكن ينتج عنه مشاكل؟ لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا، ستات، رجالة، شباب، جميع الأعمار، يفهموا قد إيه الفيتامينات والمعادن مهمة لجسم الإنسان والبقاء على صحة الخلايا وصحة مناعتنا وحاجات كتيرة جدا. طبعا الفيتامينات هي مركبات الجسم لا ينتجها، ما عدا يمكن فيتامين د لو قعدنا في الشمس الجسم ينتجها، لكن معظم الفيتامينات والمعادن الجسم ما بينتجهاش. فلازم لا مفر ان احنا ناكل الاكل الصحي ونكمل الاكل الصحي بالمكملات الغذائية، لان الجسم محتاج كل الفيتامينات يوميا. والاكل الصحي بتركيز. مش هيمدنا بيها كلها، فلازم نلجا للمكمل. طبعا طبعا، لان الجسم يوميا محتاج فيتامين سي يوميا، محتاج فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه يوميا، محتاج الزنك، محتاج الكالسيوم، محتاج حاجات كتيره جدا جدا. اعراض نقص الفيتامينات حاجات كتيره قوي. لو ما بتكلمش على يعني ممكن الناس اللي هتتفرج عليا عندها الاعراض دي بس لا تعاني من امراض. زي مثلا الكسل، الكسل عدم النشاط. بيجي لي نزلات برد كتير في اوقات قصيره،
المفروض اللي مناعته كويسة راجل أو ست البرد ما يجيش غير مرة مرتين في السنة. بتلاقي الناس لا بيطلعوا من دور برد يخشوا في دور برد، ووقت التعافي بياخد وقت أطول. كل ده ممكن تبقى دي إشارات لأن عندنا مشكلة طبعًا في الفيتامين. طبعا تنميل الأطراف الإيد والرجل وخز تحسي كده شكشكة في الأطراف. الكرامبات المختلفة. بالظبط بالظبط طبعا. عندك كمان المود سوينجز، ساعات بيحصل قلق ملل اكتئاب واحنا مش عارفين من ايه، يعني شوية نبقى كويسين وشوية يحصل في المود بتاعنا تقلبات مزاجية. أوكي. هي بالعربي تقلبات المزاجية. لو هتكلم على الشكل، الستات اللي بيتفرجوا عليا كمان الشعر المقصف، الشعر اللي مش هيلثي، محتاجين بيوتين وزنك ونحاس للشعر. بيوتين من احد مشتقات فيتامين بي. الوش الاصفر ستات ورجاله وشهم اصفر، مفيش نضاره، تشققات في حوالين البق، تورم في اللسان احيانا، احمرار وتورم في اللسان. لما نيجي نغسل سناننا بتلاقي شويه نزيف في اللثه، في اللثه. فده نقص فيتامين سي. كل الحاجات دي تبين. وكما زي ما انا قلت كمان العدوات اللي على طول العدوى بالظبط معدل الاصابه كتير. فعندي حاجات كتيره جدا بتديني ساين. مهم جدا جدا ان احنا نحتفظ بالفيتامينات والمعادن في جسمنا يوميا. ما ينفعش ان انا احس ان انا ما باكلش اكل صحي او ما باخدش مكملات غذائيه وافضل كده بقى بالسنه والسنتين، لانه لو وقعوا هيحصل مشاكل كتيره جدا. هو احنا فين هو عنه. هو لا غنى عن الاثنين، يعني ممكن يبقى واحد شهيته بعافيه حبتين ومعدل الاكل اللي بياكله نوعا يعني كما وكيفا مش قد كده، فيبقى اعتماده الاكبر على المكملات ويبقى بيطعم بالغذاء مش العكس. طبعا ينفع كده؟ طبعا حضرتك بتقول يا كريم الشهيه العاليه ده عمال بقى ياكل مسبكات. لا ده بالعكس، ده اللي عنده نقص يعني عنده مشكله ما عندوش شهيه قوي وبالتالي كميات الاكل ونوعيتها اللي بياكلها على مدار اليوم مش قد كده، مش قد كده، فممكن يعتمد اكتر على طبعًا المكمل. طبعا طبعا مهم جدا المكملات الغذائيه لا غنى عنها. واحنا شايفين على الشاشه دلوقتي نقص الفيتامينز، يعني فيتامين A بيدي جفاف للبشره والعيون. ومهم اقول صحه العين، هنقراها دلوقتي في صحة العين اللي هو البليرد فيجن. البليرد فيجن بالعربي الرؤية ما تبقاش بالظبط، دي نقص في فيتامين بي. عندي كمان كان العين مش كان في شبوره كده بالظبط، بليرد فيجن هي غمامه بيسموها كده. فيتامين بي شايفين تنميل في الايد والرجل زي ما انا قلت، ارهاق واكتئاب. فيتامين سي نزيف في اللثه والانف، جفاف وتقصف الشعر. فيتامين د طبعا مهم جدا برضو بنستمده من اشعه الشمس. لو ناقص عندي باخد السبلمنت بتاعه، الام في المفاصل والعضلات، تساقط شعر، ارهاق. عندي فيتامين اي ده اقوى اللي هو فيتامين هي اقوى مضاد اكسده، مهم ادعم جسمي بالانتي اوكسيدنت. ضعف الخصوبه، ضعف المناعه، جفاف الجلد. وعندي الزنك كمان بيساهم في ضعف الخصوبه. دي اعراض نقص الفيتامينات مع الحاجات اللي انا قلتها. حاجات كتير جدا وفي اماكن جداً مختلفه من طبعا الجسم. طبعا. طب بالمناسبه يا دكتوره دينا، هل كل فيتامين بيبقى معني يعني بيبقى له نقصان الفيتامين، بيبقى له عارض بعينه؟ يعني اللي عايز اقوله، هل كل فيتامين بيشتغل على حاجه معينه ولا في فيتامين معين بيخدم على اكتر من حاجه؟ لا في فيتامينات كتير بتخدم على اكتر من حاجه طبعا. زي ايه مثلا؟ زي فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا للمناعه جدا، بناخده في الكيوي. بالظبط كيوي فيه فيتامين سي حلو قوي. الطماطم، البرتقال، اليوستافندي، كل الحاجات دي. اعراض نقص فيتامين سي زي ما انا شفت زي ما احنا شايفين على الشاشه، جفاف الجلد والشعر عشان هو بيدعم جدا الجلد والشعر. اوكي. اضطرابات في الجهاز الهضمي، المعده بتحب فيتامين سي وزنك، قلتها كذا مره. صحيح. ومهم جدا الجهاز الهضمي وعمليه الهضم. طول مره كل مره بقول معدتي فيها مشكله، امعائي فيها مشكله، جسمي كله بقى فيه مشكله. لان الامعاء والمعده هم اللي بيساعدوا على امتصاص الفيتامينات من الاكل. ظهور كدمات في الجسم وبطء التئام الجروح. الكدمات، ستات رجاله يصحوا لقوا كدمات في جسمهم، دوروا على فيتامين سي. الاصابه بمرض الاسكربوت اللي هو زي ما انا قلت النزيف بتاع اللثه والحاجات دي والام المفاصل. طب يقول لي الام المفاصل والعظم، احنا عارفين انه كالسيوم. ايه اللي دخل فيتامين سي؟ فيتامين سي بيعزز لي انتاج الكولاجين المهم لكل غضاريفي، عشان كده بيقول لك على طول كل كوارع
الكوارع مليانه كولاجين، فمهم جدا ان انا اعزز فيتامين سي لانه بيعزز لي انتاج الكولاجين اللي بينقص بعد سن 26 27 سنه بدا ينقص. لو الكولاجين نقص وشي هيبتدي يبقى فيه تجاعيد، هيبتدي مفاصلي كلها توجعني، ففيتامين سي مهم لده جدا. عندي فيتامين اي كانتي اوكسيدنت مضاد للالتهابات. الالتهابات عندي بتعلى من حاجات كتيره جدا، التدخين بيعلي لي الالتهابات، السكريات الزياده يعني فرط في اكل السكريات بيعلي لي الالتهابات في الجسم، الاكل المسبك وكل الحاجات دي، الزيوت اللي احنا بنقلي بيها ما نقليش اكتر من مره، مرتين بالكتير تترمي على طول، لان كل ما بسخن الزيت ده كل ما يطلع لي اكسده، كل ما يطلع لي خلايا حره بتقسي جسمي. فيتامين اي مهم جدا كانتي اوكسيدنت. فيتامين بي كومبلكس مهم لكل حاجه، كل مشتقات فيتامين بي بلا استثناء. الكوبالامين مهم لتعزيز خلايا الدم، عندك الثيامين والنياسين من اهم الفيتامينات اللي بتدعم لي الايض وتدعم لي التمثيل الغذائي، هو فيتامين بي بكل انواعه. احنا شايفين على الشاشه نقص فيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي 12، الكوبالامين، تعب شديد، لسان احمر متقرح، اضطرابات في الرئه في الرؤيه زي ما انا قلت، البليرد فيجن، مشاكل نفسيه، مشاكل في الذاكره. ليه؟ لانه بيدعم لي جدا الاعصاب، بيدعم لي صحه الاعصاب. فيتامين بي 1 برضو مشاكل في الاعصاب وفقدان الشهيه، تضخم في القلب، فقدان الذاكره. فيتامين بي 6 تشقق في الشفاه زي ما انا قلت، الطفح الجلدي، تقلب المزاج، كل ووخز في اليدين والرجلين. مهم جدا ان احنا ناخد فيتامين بي بتركيز معقوله يوميا، موجود طبعا في اللحوم، موجود في حاجات كتير، بس السبلمنت برضو لا غنى عنه. اعراض نقص فيتامين بي ده اللي بقول عليه الملك، اللي هو الكوبالامين، سرعه النسيان، فقدان ذاكره، صعوبه في المشي، سرعه نبضات القلب، تخدر في الاطراف، مشاكل في الجهاز الهضمي، التعب والارهاق، ورؤيه غير واضحه، وتلف الاعصاب. عشان كده بتلاقي كل مرضى السكر او معظمهم الدكتور مع الروشتة، سواء بياخد انسولين او الادويه بتاعه السكر، بيحب يدعم له اعصابه بفيتامين بي، عشان بتلاقيه على طول عندهم تنميل. ففيتامين بي مهم جدا. فعلى طول بقول لازم يا جماعه تفهموا قد ايه فيتامينات والمعادن مهمه للجسم، ناس كتير مش فاهمه، فدي حاجه مهمه ان كل مره اطلع معاك اوعي الناس قد ايه الفيتامينات والمعادن مهمه. وانت للامانه دينا، انت كل مره بتطلعي معانا من ناحيه بتدعمي الحاجات اللي انت بتتكلمي عليها، بس من ناحيه ثانيه بتسحبي مننا كل انواع الاكل، يعني كل المقالي وكل الطواجن وكل الصواني. اقول لك على حاجه، ناكل مش بالمعقول، مش نطبخ في وجودك. لا لا، ناكل بالمعقول، مش حلو ان انا احرم نفسي، بس ما يبقاش حله محشي 2 كيلو اكله، يعني بتلاقي ناس بتخلص ده. ما ينفعش ان انا اصحى الصبح افطر على مياه غازيه، هو ده اللي بقوله، لكن ناكل كل حاجه بالمعقول، لان اي حاجه بتزيد عن الحد بتتقلب ضد. بس طب في مصادر تانية غير الاكل والمكملات لانواع الفيتامينز المختلفه؟ يعني اللي انا عارفه من ضمن الكلام اللي حضرتك برضه قلتيه من شويه، ان في اشعه الشمس من شانها لو تعرضنا لها يوميا في مده كافيه وفي توقيتات معينه، في ده بينتج عندها فيتامين مش عارف هو ايه بقى. دي اوكي. طيب دي. هل في حاجه تانية غير الشمس كمصدر غير غذائي للفيتامين؟ معظم الفيتامينات والمعادن لا تصنع، لا يصنعها الجسم، فاحسن المصادر، انا عن نفسي كل مره بطلع بتكلم على المكمل الغذائي اللي انا جربته واتبسطت منه جدا، ده عامل لي حاجات كتيره جدا، هو الب مالتي فيت. اوكي. الب مالتي فيت، بطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا، مرخص من هيئه سلامه الغذاء، فدي تدي لاي حد، ست، راجل، جميع الاعمار، الامان ان انا اخد هذا المكمل الغذائي الرائع. الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، متوافر في كل الصيدليات. حلو، انت قلتي لكل الاعمار ابتداء من سن كام؟ من 13 14 سنه. هو امن؟ امن جدا. تمام. وطبعا العبوه سعرها كويس جدا، العبوه فيها ثلاث شرايط، بناخد قرص واحد او كبسوله واحده في اليوم بعد الفطار. هو شريط فيه 10 حبات، يعني العلبه شهر. العلبه شهر. تمام. نقدر نكمل عليه، ما عنديش مشكله، لان هو مش دواء، هو سبلمنت، يعني مكمل غذائي. طب لو الحبايه اليوميه بقوا 2، المنطلق ان ده ممكن يعني يزود الخيرات، ده كويس ولا غلط؟ هو معمول انه يتاخد قرص واحد، كبسوله واحده، حتى هيئه سلامه الغذاء كاتبه على العلبه هو القرص الكفايه. مش ما انا ما بحبش ان انا اعمل افراط في المكملات الغذائيه. وده ده مضر حتى في حاله الفيتامينز؟
الفيتامينات لما باخدها بتركيز عالي جدا جدا ده بيبقى مع الدكتور، مثلا الكالسيوم لو عندي هشاشه عظم الدكتور بيكتب انا عندي هنا كالسيوم 70 ملي جرام، الدكتور بيكتب ممكن اعلى كتير حسب الكيس بقى. حسب الكيس يعني، لكن كل ده مبني على تحليل اولي لازم نعمله عشان نعرف احنا عندنا نقص فيتامينز ولا لا. انا مع قلبي في مالتي فيت مش محتاجه تحاليل، مش محتاجه لان هو اوريدي التراكيز بتاعته بسيطه ما تضرنيش في حاجه، فمش محتاجه. لا انا مش ما اقصدش تحاليل عشان نشوف جدوى استخدام قلب مالتي فيت، انا اقصد تحليل عشان اتعرف لو عندي مرض على طبعًا. ان انا عندي نقص ايه. طبعا طبعا الدكتور بيطلب التحاليل، يبقى سحب يعني عين الدم، عين الدم مفيش اي مشكله، وبتنعمل تحليل فيتامينات ومعادن. يمكن المغنيسيوم بيبقى صعب شويه لان المغنيسيوم موجود 1% في الدم بس، مغنيسيوم موجود في العضلات عشان الانبساط. فلكن كل الفيتامينات والمعادن ليها. هل احنا كمصريين لينا طبيعه خاصه مبنيه الى حد كبير على نوع الاكل اللي بناكله وطريقه الطبخ اللي بنطبخ بيه؟ يعني احنا كشعب عندنا في امور معينه فيها وقواسم مشتركه ما بين الناس. طبعا احنا كمصريين بنحب قوي الاكل، ونحب الفته والمسبك والحاجات دي كلها والمسقعه والحاجات وأكل يعني الشوارع والاكل الشوارع. ده بينتج عليه اكسده، اكسده الجسم بتعمل لي تلف في الخلايا اكيد، فمحتاجه ان انا اداعم بمضادات اكسده. اعتقد ان الب مالتي فيت من اقوى المكملات الغذائيه اللي بتدعم لي جدا الاكسده. انا عندي حاجتين كمضاد اكسده، عندي فيتامين سي، والاهم من فيتامين سي فيتامين اي، عشان نحاول نعادل لو احنا بشويه بناكل الاكل ده. يمكن عملوا دراسات على اليابانيين، اليابانيين موضوع يعني يمكن بيعيشوا عمر اطول، رفيعين على طول، الامراض ما بتجيلهمش بسرعه، لان هو طبيعه اكلهم غير طبيعه اكلنا خالص، كل اكلهم صحي. حتى تلاقي في المطاعم ما بيحطوا الحلويات، بالنسبه لهم فاكهه. فلازم يعني اكيد ان انا بقول ان احنا ندعم بالاكل الصحي ولا غنى عن الب مالتي فيت. الب مالتي فيت كل مره اقول مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات، ويا ريت نحفظ شكل العلبه لان احنا ما عندناش بدائل لالب مالتي فيت. يمكن الب مالتي فيت من يعني انا ليه بقول عليه مختلف؟ الب مالتي فيت فيه فيتامينات ومعادن كتيره بنسب كويسه جدا، زي عندي فيتامين سي داخل الب مالتي فيت، معنى كده هدعم المناعه، هدعم الطاقه، هدعم نشاطي، وهدعم شكل بشرتي وعظمي. عندي فيتامين اي كانتي اوكسيدنت، عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه من 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12، كل مشتقات فيتامين بي مهمه لصحه اعصابنا، للجهاز الهضمي، لصحه الرؤيه. عندي الكالسيوم مهم قوي، تدعيم العظم بالكالسيوم، وعندي زنك، الزنك مهم جدا للمناعه وتحسين الخصوبه للرجال، وعندي النحاس، النحاس مهم جدا جدا جدا. فكل الفيتامينز والمينرالز دول، المينرالز موجودين داخل الب مالتي فيت، وكل مره اقول مرخص من هيئه سلامه الغذاء. بقالي بتاع 5 دقايق عايز اسالك سؤال ومكسوف معاكي الحقيقه، وسؤال قد يكون اعبط من ان هو يتسال، بس انا فعلا ما اعرفش التفصيله دي. هو كلمه اكسده، احنا قلنا مضاد للاكسده وانتي اوكسيدنت، بنستخدم المصطلح ده كتير قوي، هي الاكسده اصلا اللي هي ايه؟ اكسده اوكسيديشن، دي حاجات احنا بنعملها يوميا، سواء التدخين بيأكسد الاكل كذا، عدم النوم. والاكسده دي بينتج عنها ايه الضرر اللي بينتج عنها؟ بيطلع حاجه اسمها خلايا حره مالهاش مستقبلات في الجسم، خلايا بتمشي تدمر لي الخلايا. انا بسمي الاكسده موت بالبطيء. واكيد لو انا مثلا ما باكلش مثلا اكل صحي، يعني بتلاقي اي حد بيخش في قصه الاكسده، التقدم في العمر اوريدي بيأكسد، الشمس، التعرض للشمس من غير ما استخدم واقي الشمس بتاعي بيأكسد في الفترات الطويله، يعني عندك الاكل اللي غير صحي بيأكسد، والاكسده بتطلع لي بتزود لي الالتهابات، فلازم ادعم، والتدخين طبعا، فلازم ادعم بانتي اوكسيدنت. عندي داخل الب مالتي فيت فيتامين ه وفيتامين سي، فيتامين اي وسي، الاثنين دول انتي اوكسيدنتس هايلين الحقيقه. طيب تعالي بقى ندخل على اسئله الناس اللي بتابعونا. استاذ رامي عادل بيقول كنت عايز اسال ازاي اعرف ان انا مناعتي ضعيفه علما بان انا عمري 35 سنه. نعرف مناعتنا ضعيفه من حاجات كتير. لو انا مثلا بدخل في عدوى كذا مره، بيجي لي برد كتير جدا في السنه، عدم التشافي، دي طبعا برضو ان انا باخد وقت طويل عشان اتعافى، مشاكل لو عندي التهابات كتير،
كمان مشاكل الجهاز الهضمي اكيد، يبقى انا كده عندي خلل في المناعه، لو عندي مشكله في المعده او الامعاء فعندي حاجات كتير، الالتهابات الكتير، الاسترس مهم جدا، النوم المتاخر طول الوقت السهر ونوم 7 الصبح اليوم المقلوب ده بيضعف جهاز المناعه جدا، فلازم نعمل ده برضو. طيب سؤال تاني من احمد عطله بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول انا سؤالي هو بيقول ان هو يعني ما بيهتمش خالص بفكره ان هو ياخد فيتامينز، وكان معتقد ان الفيتامينز دي حاجه ما بياخدوهاش غير الناس اللي بتروح الجيم وبانتظام، فبيسال حضرتك بيقول لك عايز اعرف ايه الاضرار اللي ممكن تنتج عن ان انا ما باخدش فيتامينز، وهل الموضوع ما ينفعش يقتصر على الفيتامينز اللي موجوده في الاكل الصحي بس ولا لا؟ وبيشكرك. طبعا الفيتامينز لازم كل الناس تعرف قد ايه مهمه الفيتامينات والمعادن. يمكن لونيس باولينج ده عالم كيميائي واخد جائزه نوبل، مات من زمان يعني ده الكلام ده زمان، واخد جائزه نوبل في علم الكيمياء، عمل دراسات على المعادن، فبيقول يعني حتى على جوجل لو عملنا جوجل سيرش وكتبنا لونيس باولينج قال لك لو اي بني ادم توصل للمعدن الناقص في جسمه هياخد نفسه من مشاكل صحيه كتيره جدا. مهم جدا الفيتامينات والمعادن ونقصها، اكيد اللي قالوا ده قبل بقى ما يكتشفوا موضوع التحاليل مش كده برضه؟ لا عشان في ناس كتير مش فاهمه، يعني كل بياكلوا اكل مش كويس او اكل غير صحي والحياه ماشيه وما يعرفوش ان عندهم نقص، لان ممكن يبقى عندهم نقص هم عندهم الاعراض ومش فاهمين دي اعراض ايه، فاكرين ده طبيعي. لا مش طبيعي، مش طبيعي ان انا ابقى نايمه 8 ساعات في اليوم واصحى مش عارفه انزل شغلي وتعبانه افطر وانام، ده مش طبيعي. مش طبيعي ان انا الوخم المبالغ فيه لا يعني ما تاخدوش اي عرض ان هو حاجه طبيعيه، لا مهم جدا ان انا اركز في الفيتامينات والمعادن. وكل مره اقول ان مهم جدا اي سبلمنت او اي مكمل غذائي بناخده نعرف مصدره ونعرف ترخيصه، هيئه سلامه الغذاء تحت اشراف وزاره الصحه. طبعا ألب مالتي فيت واخد الترخيص وكفايه ان هو موجود في الصيدليات، مش ممكن اي صيدليه في مصر هتحط مكمل غذائي غير مرخص، أكيد. لا يمكن طبعاً. طبعاً. فده يدي امان طبعاً. وكل مره اقول المكملات الغذائيه نعرف مصدرها، ألب مالتي فيت امن جدا. طيب هل المالتي فيتامينز من حيث المبدا من شأنها ان هي تساعد على زياده الشهيه مثلا؟ دي مقوله، لا هي بتدعم التمثيل الغذائي. يقول لك ايه بس مش اكتساب الوزن؟ لا يمكن. أوكي. بالعكس يمكن في حلقه ثانيه هتكلم معاك على التمثيل الغذائي وقد ايه الفيتامينات والمعادن مهمه للميتابوليزم بتاعي. أوه. وسرعه الايض بتاعي. بالعكس انا عندي فيتامين بي بكل مشتقاته مهم جدا لعمليه التمثيل الغذائي، لانه بيحول لي الاكل والشرب لطاقه، بيحول لي البروتين والدهون لطاقه، فاكيد مع فيتامين بي هيحسن لي جدا، او اكيد ألب مالتي فيت بيحسن جدا عمليه التمثيل الغذائي وبالتالي بتخس كمان. يعني انا ما باخدوش، انت المره اللي فاتت قلت لي يا كريم بعد الجمله اللي انت قلتيها وختمت بيها دي يبقى انا ماليش مالتي. لان انت قلت لي انا عايز دينا قولي لي على فيتامين بيتاخد. لا ما تاخدش ألب مالتي فيت. دايما بقول لك انا دايما كل ما اشوفك اقول لك ايه، اقول لك الطب عامل شغل لوز اللوز فيما يتعلق بانقاص الوزن، يجوا بعد الناس اللي زي حالاتي عايزين يزيدوا والطب بيقف عاجز ينفع كده؟ العالم كله عايز يخس. ميرسي يا كريم. نورتينا دينا ونشوفك ان شاء الله في حلقه جديده من البرنامج، واكيد كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه. نلتقي غدا ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. صباح الفل عليكم.